تفسير حلم رؤية أكل البرتقال في المنام. يعد البرتقال من الفاكهة الطيبة التي تنعم بالعديد من الفوائد، فضلا عن أنه فاكهة لذيذة ومنعشة كأكلها كعصير، إلا أنه له فوائد عديدة في بناء العظام للأطفال والوقاية من الكساح لاحتوائه على فيتامين سي المسؤول عن امتصاص الكالسيوم. سوف نوضح في هذا الفيديو رؤية تفسير أكل البرتقال في المنام سواء العزباء أو الحامل، وهذا لكبار علماء التفسير كابن سيرين وابن كثير. تابعوا معنا. تفسير أكل البرتقال لغير المتزوج. رؤية البرتقال في منام الرجل تدل على الدنيا ومنافعها التي يستفيد منها في العمل والتعرف على الأصدقاء الجدد وكذلك على الزواج، فهذه الرؤية لغير المتزوج تدل على الزواج من فتاة جميلة ذات خلق ودين. البرتقال الحلو في المنام خير كثير، فيدل على الزواج للأعزب وعلى الأولاد والمال المجموع، وغير مستحب أكل البرتقال الحامض أو الذي لم ينضج بعد، فيدل على المرض والأوجاع والشدة والكرب، وكذلك النوم على البرتقال مكروه في الحلم وقد يدل على الموت. تفسير حلم البرتقال الأخضر. البرتقال في المنام يدل على المال الحلال، والبرتقال الأخضر يدل على الأولاد للمتزوجة وعلى قرب الولادة للحامل وللعازب على الزواج قريبا، وجمع البرتقال يدل على العيشة الطيبة، وأكل الحلو منه يدل على الاستقرار والسعادة، والحامض يدل على المرض والهموم. شراء البرتقال في المنام للمتزوجة والحامل والرجل. شراء البرتقال في المنام للمرأة المتزوجة يدل على الخير الكثير الذي سوف تتحصل عليه وعلى مكانتها الرفيعة بين جيرانها وأصدقائها، كما تعبر هذه الرؤية عن سعادتها الزوجية. شراء البرتقال بالنسبة للحامل يدل على تحقيق الأمنيات، وقريبا جدا سوف تضع مولودها وسوف تسر به، كما تدل هذه الرؤية لها على وقايتها من الأمراض وعلى صحتها الجيدة. وبالنسبة للرجل هذه الرؤية تدل على النجاح في عمله وحصوله على مبلغ كبير من الأموال، فضلا عن سعادته الزوجية إذا كان متزوجا، وإن لم يتزوج بعد فسوف يرزقه الله بزوجة جميلة بعدما بحث عنها طويلا. تفسير حلم تقشير البرتقال. رؤية البرتقال في المنام له دلالات عديدة كالرزق بالمال والأولاد والنجاح والتفوق، كذلك يدل على الاستقرار في الحياة العملية وعلى الصحة والزواج للأعزب. قد اختلف المفسرون في تفسير رؤية البرتقال الحامض وتقشير البرتقال، فكرهه كثير من علماء التفسير بأنه يدل على الأسقام والأوجاع، ورؤية تقشير البرتقال للتجار تدل على الخسائر. تقشير البرتقال في الحلم للإمام الصادق. البرتقال يفسر في الحلم للإمام الصادق أنه الرزق الحلال والكلام الحسن الطيب الذي يريح النفس، كما أنه في المنام دال على الصحة الجيدة. البرتقال للأعزب زواج، وللمتزوج إنجاب أولاد واستقرار في حياته الأسرية، والحامض منه يدل على الخسائر المادية وعلى الأمراض.